السلام عليكم. معنا هذا الموقف موقف جميل ولكنه صعب شوي. لاعب الأبيض يلعب ويتعادل. خلينا نشوف الحل. طبعا وقف الفيديو الآن إذا بدك. الحل عزيزي المشاهد بالنقلة الأولى هون هي النقلة A6. طبعا هذا البيدق خطير لازم نتعامل معه، فاللاعب الأسود ما عنده غير طريقة واحدة إنه يأكل هذا البيدق، لأنه هذا البيدق معنا هاي الخانة لحتى يوقفه من هذا الوتر. فالآن رح نتقدم بهذا البيدق مع كش. لاحظ منعنا اللاعب الأسود من انه يجي على الخانه. طبعا الان ملك اجباري راح ياخذ البيدق، ومهم جدا ان نحط الملك على هذا الوتر لنمسك الفيل. طبعا الان راح نتقدم بالبيدق. الان راح يجي الفيل لهون حتى يمنع الترقيه، ولكن الان راح نطلب هذا الفيل بنقله قويه جدا. طبعا الفيل ما له غير الخانه A8، والان راح نطلبه. لاحظ الان كل الخانات متاحه ممنوعه بالبيدق والملك ما عدا الخانه الخضراء، فراح يرجع الفيل على الخانه الخضراء. نحن نرجع نطلبه بالملك، وهيك راح يتكرر الموقف 3 مرات وينتهي الدور بالتعادل. شكرا للمتابعة، سلام.